في ليبيا تحولت السماء إلى اللون الأحمر بسبب اجتياح عاصفة رملية كبيرة قادمة من الصحراء الكبرى، وذكرت وسائل إعلام محلية توقف في حركة الطيران وإغلاق المدارس والمكاتب الحكومية. وفي درنا أعلنت حالة التأهب وحثت السلطات الناس على البقاء في منازلهم بسبب ضعف الرؤية. هذا لا يحدث إلا بالسعودية، هكذا أبدى اللاعب ألفارو كونزاليس لاعب نادي القادسية انبهاره غير مصدق بعد عثوره على محفظته الشخصية التي فقدها منذ 8 أشهر دون فقدان أي شيء من محتوياتها. نشاهد. My friends, look, this is Saudi Arabia. After 8 months, I didn't see the message in the social media because I have too much. After 8 months, my wallet with everything, money, all my things here. Amazing. It's not in all the world these things. Because of this, I'm telling to you, okay? Thank you so much, as always. Love you. Ahavik. أظهر مقطع فيديو اعتقال سيدة إيرانية بطريقة عنيفة بسبب عدم التزامها بارتداء الحجاب في ساحة الثورة الإيرانية وسط تشديد السلطات الإيرانية على ارتداء الحجاب الإجباري. أظهر مقطع فيديو تعدي راكب كان تحت تأثير الكحول على ضابط شرطة قبل أن يتم القبض عليه. كان على متن رحلة متجهة من العاصمة الاسكتلندية إلى مدينة أنطاليا التركية. نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مجموعة صور مذهلة لأعماق الكون في منظور جديد للفضاء تحت عنوان صور علم الفلك لهذا اليوم. وتم التقاط صور الملصعة بالنجوم باستخدام تقنيات التلسكوب الفضائي التي تفتح عيون العالم على منظور جديد غير مسبوق للفضاء الخارجي. كان هذا كل شيء اليوم.